مدرسين بيحببوكي في اللغة، لكن في مدرسين اللي هم عايزينك تنجحي في الامتحان وانتهى الموضوع. في مدرسين بيكرهوكي في اللغة، وأحيانا في مدرسين بيكرهوكي في العيش. لماذا يكره أبناؤنا اللغة العربية؟ كان هذا عنوان ورشة العمل التي أقامتها مكتبة دار البلسم لمناقشة الصعوبات التي تواجه أطفالنا في تعلم لغتنا الأصلية. احنا اعتدنا أن هناك نسق وقواعد صارمة وبتسير من تلقاء نفسه، وإنه ما عندناش فرصة نختبر هذه القواعد، وبالتالي احنا تعودنا على انه في تعليم الاولاد لما يوصل سنها 6 سنين تدخل المدرسة وتاخد الكتب دي والمناهج دي وتبقى اسمها بتتعلم. اما اننا نعرف هم ايه وانعكاس ده عليهم ايه وهم حابينه ولا مش حابينه، وبالتالي كانت الورشة دي جزء اساسي من اهميتها اننا نعمل حوار حي وواقعي، ولا فيه رهبة المدرسة ولا في رهبة الدرجات، ولكن نحن في جو يتميز بالألفة الشديدة بنسأل الأولاد إيه علاقتكم باللغة العربية، حابينها ولا مش حابينها، وبيطلع إن هم كلهم على أي حال مجمعين على إن اللغة العربية بتقدم ليهم بطريقة جافة مملة بعيدة عن العصر. ما عنديش مانع حتى في الكلام باللغة العربية الفصحى، بس يعني المنهج اللي احنا بناخده هو التقيل ده هو اللي يعني مكرهنا فيه شوية. يرى الأطفال أن أهم أسباب انصرافهم عن تحصيل لغتهم الأم يتلخص في تقديمها لهم بشكل ممل وبعيد عن لغة العصر. حتى الدروس نفسها، مش مثلا المدرس، الدروس بنلاقي الدروس ملهاش معنى، يعني بنفس مستوى الدروس اللي احنا كنا ناخدها في أولى ابتدائي، اللي هي يعني التعاون كويس ولازم نشرب كوباية لبن ونعمل الحاجات دي، يعني عاوزين فيها حاجة فيها لوجيك، فيها معنى، فيها قصة. اتفقنا ان احنا هنقرأ، نبتدي نقرأ ونجيب كتب ونقراها، ولو في كلمات ما فهمناهاش ممكن نسأل اكتر ونحاول اكتر نتدرب، عشان الدولة عمرها ما هتقوم بالوظيفة دي شكلها كده. الوزراء لا يسمعون الاطفال، وزير التربية والتعليم لا يساعدنا، ولا يحاول الاستماع لنا، ففقدنا الامل. التمسك بلغتنا وتعليمها لأطفالنا بالشكل السليم يظل هو الأمل الوحيد للحفاظ على ثقافتنا وتاريخنا وربما مستقبل الأجيال القادمة. حسن معتز، زي الشمس. وليه بيكره أبنائنا وبناتنا ولادنا اللغة العربية؟ سؤال شغل بال الإعلامية ومقدمة البرامج الزميلة المتميزة منى الشايب، وبالتالي قررت أن هي تعقد ورشة عمل تلتقي بالبنات والأبناء. وطبعا دكتور كمال مغيث كنا شايفينه حاضر في التقرير للكلام، للحوار، لمحاولة للفهم ليه ولادنا بيكرهوا اللغة العربية. صباح الفل منى. صباح الخير يا دينا، أهلا بيكي. أهلا بيكي. وصلتي لإيه بقى؟ هل وصلتي لنتيجة؟ بصي، وصلت لنتائج كتير، بس انا عايزه اقول لك قبل اللغه العربيه، هي دي مجموعه ورش المفروض تبقى يعني هنستمر فيها، واللغه العربيه ده اول ورشه بتتعمل. هدف الورشه الاساسي ان احنا ندردش مع الولاد في سن معين، اللي هو سن بدايه التكوين وتكوين وجهات النظر والاراء، وان هم في سن من 11 ل 16 ده بيبقى عندهم شغف وولع بالمعرفه. صحيح. وعندهم استعداد ان هم يتقبلوا افكار واراء، ما بيبقوش لسه متمسكين بارائهم قوي وحاسين ان هي دي صح واي حاجه تانية غلط. فالحياه بقت مليانه حاجات تلخبط، والاحداث احنا مش ملاحقين عليها ككبار، والولاد كل مصادر معرفتهم عن طريق يا الاهل في البيت حسب انتماءاتهم المختلفه. صحيح. يا وسائل الاعلام. فبيبقوا بغبغانات للاثنين من غير ما يبقى عنده اساس اصلا يبني عليه، لانه التعليم زي ما احنا عارفين فاضل له كتير قوي لسه على ما يتصلح. فانا فكرت ان احنا ممكن نبتدي نعمل ورش ندردش فيها مع الولاد في حاجات كتير قوي في حياتنا، بس نرجع للافكار في صيغتها الأولى. يعني أي قضية موجودة دلوقتي بتداعياتها
اكيد القضيه دي ليها جذور وليها اصول، احنا هنتكلم في الاصول والجذور عشان هو بعد كده يبقى حر في تبني وجهه نظر بس معين. هل متخيله انه لقاءاتك حواراتك مع الولاد والبنات ممكن توصلك للجذور، ولا انت كمان هتقومي بجهد بحثي هتبتدي تدوري اكتر تعرفي اكتر؟ اكيد اكيد. بصي انا هكلمك الاول عن ورشه العربي لانه انا تعمدت ان تبقى اول ورشه في اللغة العربية عشان يبقى حاجة قريبة منهم، هم كلهم عندهم العربي مادة صعبة جدا وغير محببة في المدرسة وللأسف شديد بتعاملوا معاها على أساس إن هي حاجة مجبرين عليها، حاجة مجبرين عليها بالضبط، وبيدرسوها بملل وباستسخاف شديد وبيبقى عايز يخلص المادة ويخلص الامتحان وبينسى تماما كل حاجة اتعلم. الخطورة بقى مش في انه العربي بس وحش في حياتهم او يعني لغة مش محببة في حياتهم، الخطورة انه ده بينسحب على الثقافة العربية كلها. يعني لما الاطفال ما بتحبش كتاب العربي ولا مادة العربي بالتالي ما بتحبش الشعر العربي، ما بتحبش تقرأ روايات او كتب عربي. صحيح. ما بتحبش احيانا ما بيحبوش افلام عربي، ما بيحبوش الثقافة العربية بشكل عام. وبيبتدي يحس انه هي اقل من ثقافات تانية كتير. وبالتحديد الثقافة الانجليزية اللي هي والأمريكية لغة والامريكية، فبيحس بالدونية او بيحس بانه اقل يعني بشكل او باخر، ما بيبقاش واعي لده. صحيح. في الاول بس بعد كده ده بيكبر جواه مرة في مرة. وللأسف في أهالي بيشجعوا الحتة دي، يعني يبقى بيفخر إن ابنه بيتكلم إنجليزي كويس وإن العربي بتاعه مش قد كده، ويقولها إنه مش قد كده بتباهي. يعني بتباهي ما بين السطور كده، ما بتعرفش يكتب، ما بتعرفش، هو الحقيقة ما بيعرفش يتكلم عربي كويس، تبص لي ابتسامة كده إيه لطيفة كده. فإحنا حبينا في الورشة دي نسمع منهم قد ما نقدر، يعني أنتوا ليه مش بتحبوا اللغة العربية؟ فطبعا جالك أسباب كتير جدا، أولا إن اللغة العربية لغة صعبة ودي حقيقة، قواعد اللغة العربية قواعد صعبة، الكتابة العربية مش سهلة، يعني الأساليب الجملة مركبة، الكلمات قد تكون أحيانا مش مستعملة. جزء أساسي من صعوبة اللغة إن اللغة اللي بتتكلميها غير اللغة اللي بتكتبيها، يعني في انفصال عندنا في مصر العامية. احنا طرحنا السؤال على المشاهدين وشاركونا الحقيقة، والنسبة الأكبر شايفين إنه ولادنا بيكرهوا اللغة العربية بسبب طريقة التدريس وبسبب الاعتماد على الحفظ، ودي بنسبة 87%، شكل ومضمون الكتاب 6%، صعوبة قواعد اللغة 7%. يعني معنى كده انه لو احنا عندنا طريقة للتدريس ممكن ان هي تسهل حتى قواعد اللغة. صح. قواعد النحو وده اللي عملناه في الورشة بالظبط. يعني طريقة التدريس طبعا عليها عامل أساسي، يعني الولاد مثلا لما سألوا قالوا طب يعني إيه أهمية التشكيل، يعني إحنا ليه بنشكل، يعني ليه الفتحة والضمة وكسرة، يعني وطبعا الفتحة والضمة وكسرة يعني فاعل ومفعول به ومجرور ومجزوم وقصة طويلة. لا في أسباب وجيهة، يعني خلوا يعني حسوا مثلا معايا بفكرة إنه التشكيل ممكن يبقى موسيقى في الجملة. يعني مش بس إنه فاعل ومفعول به، لا هل ينفع تقولي ذهب الليل طلع الفجر؟ لا هتبقى الجملة أحلى بكتير لو قلتيها ذهب الليل طلع الفجر، فتحة ضمة كسرة، دي مزيكا موسيقى في الجملة. غير بقى أن التشكيل بيفهمك الجملة، يعني تعرفي مثلا أن دي مرفوعة فاعل فتبقي عارفة أن ده اللي عمل الفعل أو ده في طبعا يعني النحو مليان يعني حواري بس السؤال هنا هل الورشة ان احنا بنحاول بس نرصد ونبحث عن اسباب ومشاكل كره ولادنا للغة العربية، ولا هنبتدي بعد ما نعرف الاسباب نبتدي ندرس لهم نفهمهم نعرفهم القواعد؟ لا هي مش نفهمهم قواعد، احنا نحببهم في فكرة انهم يحبوا العربي. ازاي بقى؟ ازاي يعني مثلا وريناهم حاجات في اللغة العربية ممكن ما يكونوش واخدين بالهم منها، زي مثلا انه اللغة العربية فيها حتة انه التشكيل ممكن يغير الكلمة خالص، يعني رجل ممكن تبقى رجل، نهرة اللي هي يعني لام او كده ينفع تبقى نهر، ده مش موجود في اي لغة. ما في حاجة تانية، ما فيش صوت بتطلعه الحنجرة البشرية في الدنيا ملوش ترجمة في اللغة الا في اللغة العربية. يعني مثلا لغات العالم كلها التيه حرف تي، انما احنا عندنا فرق بين التيه والطه، صحيح، بين السين والصاد، بين الكاف وقاف، كل ده في فروقات. الحاء مفيش حد بينطقها غيرنا. الخاء
قليلة اللغات اللي بتنطقها زينا. الكلمات العربي اللي بتعبر عن كل الأفكار والأحاسيس اللي في الدنيا كتيرة واسعة. في لغات تانية ما عندهمش، عندهم كلمتين ثلاثة تعبر عن الإحساس بس، فيه ما بتوصلش لأدق الأحاسيس أو أدق المعاني. لا، العربي مليان. الحاجة الواحدة في العربي ممكن يبقى ليها 50 اسم وكلمة ثراء في اللغة. فحسوا ان انتوا فخورين يا جماعة بلغتكم، غير بقى انه لغتكم دي اتكتب بيها علوم وفنون وحاجات كتير قوي ناس تانية في الدنيا ما كانتش تعرف عنها اي حاجة، واضطرت تتعلم اللغة العربية عشان تترجم الكلام ده وتعرفوا. يعني انتوا حضارة مهمة جدا. وقفنا قدام سؤال انه طب ما الانجليزي احنا بنتعامل فيه في كل حتة في الدنيا وينفع هو اللي يبقى اللغة العالمية. اوكي ماشي، بس هل انت عمرك شفت واحد انجليزي بيعرف فرنساوي اكتر ما بيعرف انجليزي؟ لا، هو بيعرف انجليزي الاول وبعدين بيعرف لغات تانية، او حد بيعرف الماني اكتر ما بيعرف فرنساوي هو فرنساوي الجنسية. انا لازم اعرف عربي كويس وابقى مهتم ان انا اعرف عربي كويس واتقن بعد كده ان شاء الله 5-6 لغات مش مشكله. هل حسيتي ان هم اقتنعوا ان هم يعرفوا عربي كويس ويحبوا يدرسوا العربي جدا، مش مجرد للكلام والكتابه ويعني تقضيه الامور؟ لا، للقراءه. اقتنعوا لانه ما فيش الزام. يعني اقرا اللي انت عايزه، اللي انت بتحبه، مش لازم تقرا حاجه معينه يعني. وبعدين افصلوا ما بين، يعني حسسناهم انه افصلوا ما بين كتاب الوزاره ايوه ومنهج اللغة العربية وأحيانا المدرس اللي بيبقى يعيني مكبل بالمنهج اللي لازم يخلصه فما بيعملش أي يعني مجهود يحبب الولاد في اللغة وما بين اللغة العربية. وبعدين في حاجة مهمة جدا هم كمان اكتشفناها في الورشة، هم حبوا جدا الشعر العامي. وأنا مش عارفة ليه الشعر العامي مش موجود في مناهج العربي في الوزارة، لأنه غالبا يعني ما فيش تقدير كافي للشعر العامي. ده وسيلة عبقرية في اللغة العربية، أقصد في يعني مناهج اللغة العربية. يعني ولا احنا عايزين نرحم ولا عايزين رحمة ربنا تنزل على الرغم ان ده ممكن يكون مدخل جداً، لان هم يحبوا العربي والشعر ويقروا اكتر. يعني لما استاذ كمال مغيث قال لهم كده رباعيات لصلاح جاهين او اجزاء من مسحراتي فؤاد حداد او كده، انبهروا وانبسطوا جدا وحسوا انه ده هو ده الكلام اللي احنا بنقوله هو ده. فلما ده يبقى في كتاب المدرسة يعني حاجة جميلة قوي. يعني ليه طفل عنده 13 12 سنة او 15 سنة ما يدرسش على اسم مصر التاريخ يقدر يقول مشاء؟ يعني ليه يدرس حاجة زي الرجل والدجاجة ولا البخيل والدجاجة ولا في مدح المنتخب القومي؟ عندهم قصيدة السنة دي في ستة ابتدائي في مدح المنتخب القومي، احترام المنتخب القومي وكل حاجة، بس اكيد عندنا حاجات كتير قوي نعلمها العيال الصغيره دلوقتي ليها مدلول اوسع واعمق. يعني هنا الولاد كمان مظلومين باختيارات وبعقليات بتختار المناهج اللي كل سنه دراسيه بتدرسه. طيب هنا البدايه مع بجهد شخصي وفي نطاق ضيق، ولكن اعتقد انه بعد عرضك للموضوع يا منى اعتقد انه ممكن يكون الموضوع يكون بشكل أوسع، بمعنى أنه ناس كتير جدا هيكونوا مهتمين أن ولادهم يعرفوا لغتهم بشكل أفضل وأن هم يفخروا بنفسهم وبعروبتهم وبلغتهم. هل تعتقدي أنه فيما بعد من الممكن أن يكون في تأثير ما، ضغط ما على وزارة التربية والتعليم على السلطة بشكل أو بآخر علشان يكون في اهتمام أكتر لاختيار وتدريس اللغة العربية ومنهجها؟ مش عارفة الحقيقة، لأنه أعتقد أن الحوار ده دار على مدى سنين طويلة من أساتذة أجلاء في اللغة العربية في الوزارة وما لقاش صدى، لأنه ما فيش إرادة لغاية دلوقتي. يعني ما فيش إرادة لغاية دلوقتي، بس يعني أنا حلمي الحقيقة يعني أكبر من أنه الورشة دي تبقى مجرد ورشة. أنا كان نفسي يبقى فيه زي تبني، لأنه لغاية ما يتصلح حال التعليم احنا محتاجين انه الولاد تتثقف وتتعرف ويبقى في حاجة موجهة ليهم في التلفزيون، وده مش موجود خالص في الشاشة. هما بيتفرجوا على برامج توك شو، بيتفرجوا على برامج مختلفة وما فيش حاجة ليهم هم، فبيختار يعني زي ما قلتلك بياخدوا الامور بتبعاتها مش بأصل القصة او بأصل القضية، فبالتالي كل افكارهم مشوشه وكل مواقفهم. وشايفه ان النهارده ممكن
الشباب الأطفال المراهقين من 11 ل 16 تحديدا ممكن يقعدوا يشوفوا برنامج موجه ليهم يتكلم فيهم فيما يخصهم خاصة فيما يتعلق باللغة؟ فيما يتعلق باللغة وغيرها ممكن جدا جدا لأنه ببساطة هيسمعهم وهم مش هيبقوا مضطرين إن هم يعني يبقوا صح ده وده غلط وده صح و و و فيعني لا ممكن أقعد بس هي محتاجة جرأة ومحتاجة شجاعة إنه حد يتبنى فكرة زي دي بس دي أعتقد إنها حاجة يعني من أهم الأدوار اللي لازم يلعبها الإعلام إنه يبقى بيخاطب كل الفئات العمرية وبالتحديد الفئة اللي لسه طالعة اللي هي لو أنت بنتها صح ما استنتش إن يتصلح حال التعليم أو إن ربنا يرزقنا بناس تبص لهم وتتعرف عليهم يعني هيبقى عندك اختلاف كبير قوي وبالتأكيد هو شيء مش سهل بس كمان مش مستحيل يعني قادرين إن احنا نصل للشباب للبنات للولاد في مرحلتهم السنية ونعرف نجذبهم علشان يشوفوا أكيد. اللي ممكن يقدم ليهم من خلال برامج ويمكن افتكر في فترة من الفترات يمكن خلال 10 سنين اللي فاتت كان في اكتر من برنامج على التلفزيون المصري الرسمي ويمكن كان انتاج لشركة خاصة ولكن قدم بشكل بديع جدا يمكن كان اول مرة بنتعرف فيه كمان على منى هلا ساعتها كانت مذيعة شابة كانت بنوتها صغيرة فيما بعد اصبحت ممثلة ولكن قدمت افكار عن اللغة عن العلم عن الشباب وعن حتى الهواية طيب وجودك في التلفزيون المصري وطبعا انت مذيعه في النيل الاخبار وقدمت برامج استاذه في النيل الاخبار هل ده ممكن يكون مسهل للحكايه بانه ده تلفزيون الدوله وبالتالي ده جزء من واجبات الدوله واعلام الدوله طبعا الدور التنويري بالاساس دور التلفزيون لانه التلفزيون ما عندوش حسابات معلنين او مكسب وخساره او دعايه او اللي هي بتبقى حسابات شويه مرتبطه بالقنوات الخاصه لكن للأسف التلفزيون مثقل دلوقتي بكم من الأعباء والمشاكل اللي احنا أساسا مش عارفين نطلع الشغل اللي أصلا موجود مش ننتج أفكار جديدة وبالتحديد كمان أفكار خاصة ببنى المستقبل ومختلفة مش عارفة إذا كان ده ممكن يتم تنفيذه بس ما أشهده حاليا من الوضع داخل التلفزيون المصري حتى الآن لا ما افتكرش متهيألي في منتهى الصعوبة يعني بالتأكيد أتمنى أن يكون في توفيق في النقطة دي بالذات لأنه الحقيقة هو مش لمشروع منى الشايب الحقيقة أنه ده لينا يعني لينا كبلد لينا كلغة لينا كثقافة لينا كتاريخ لولادنا ومستقبلهم وفعلا فكرة يعني فخرهم وانتمائهم للغة وجمال اللغة وتفاصيلها بدل ما كل كلمتين في كلمة إنجليزية أو كلمة فرنسية أو حتى ألمانية والإهمال الشديد جدا بينال طول وقت اللغة العربية عايزة أروح بسرعة للوضع في مسبيرو في ظل احتجاجات كتير ومتصاعدة ومطالبات بإقالة الوزير والوزير الحقيقة طمن الجميع وفي مداخلة تلفونية وقال قاعد على قلبكو الله أعلم الله إزاي جوه مسبيرو مع الأوضاع بصي احنا واخدين على انه مسبيرو يعني قدره عبر السنوات ان هو يبقى يعني اول مكان بيتاثر باي حاجه وحشه في البلد للاسف لانه طبعا الاعلام هو السلاح الامثل لاي قوه بتيجي فاول حاجه بتفكري فيها التلفزيون اللي انت متحكمه فيه اللي انت ليكي سيطره عليه وفي محاولات فعلا للتحكم للسيطره للاخوانه بين قوسين في طبعا مش هقول لك ما فيش اكيد طبعا في زرع كوادر وفي محاوله للسيطره بس في كمان روح قويه جدا داخل التلفزيون بالمقاومه وبالاصرار على انه لا ده تلفزيوننا بس الناس بتقول هيعملوا ايه يعني هيعملوا ايه اكتر من واقفه على باب الوزير او قدام مسبيرو ولافتات ومطالبات بالاقاله ايه اللي ممكن تعمله الروح المقاومه اللي جوه المبنى لا ممكن تبقى يعني وده بيحصل بس ما بيتعملوش بروباجندا يعني بيتعمل على مستوى افراد كتير يعني مثلا انه يتقال انه فلان ده لا ما يجيش عشان كذا فيتم الاصرار انه يجي يعني هيجي ضيف في برنامج مثلا فضيف فيجي او انه موضوع ممكن يثير كذا فما بنتكلمش فيه لانه لا فنصر انه يجي وانه يتعمل الموضوع فيتعمل فبقى في اصرار يعني على من ناس كتير انها تنفذ حاجات وبتنفذها بتقدر تنفذها ف
احنا مستمرين. واملنا كبير الحقيقه يعني، وبالتاكيد احنا متضامنين ومتفهمين ومتعاطفين ومصممين كلنا كاعلاميين، سواء في منظومه اعلاميه خاصه او عامه، على انه ما فيش رجوع للوراء. بالتاكيد يعني الثوره لما قامت وانت اشتركت فيها وانا اشتركت فيها وغيرنا اشترك فيها، ما كانتش للتفرقه ما بين حد بيشتغل في الحكومه وحد بيشتغل في القطاع الخاص، كان لافق اعلامي وحريه اكبر ووضع افضل بالتاكيد لينا كلنا. وفي النهايه بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك يا شايب، وهنتابع معاكي ان شاء الله يعني جهودك ومبادرتك الرائعة للحفاظ على لغتنا العربية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا، بعد الفاصل لقاءنا مع ديوان المظالم.